المؤتمر الجهوي الأولي مراكش آسفي تحت شعار فعل نقابي جهوي ديمقراطي ملتزم بالدفاع عن المدرسة العمومية وحقوق الشغيلة التعليمية. هذا المؤتمر ينعقد يومي 14 و15 اليوم نحن بصدد يعني انطلاق الجلسه الافتتاحيه. الاشغال بطبيعه الحال المؤتمر ينعقد في اطار يعني هذا السياق اللي كيعيشوا الواقع المغربي بطبيعه الحال، تراجعات كثيره. المؤتمر الجهوي الاول ينعقد تحت شعار فعل نقابي ديمقراطي جهوي ملتزم بالدفاع عن المدرسة العمومية وعن حقوق النساء ورجال التعليم. بطبيعة الحال المؤتمر الجهوي والمؤتمرات والمؤتمرين اللي كيتجاوز العدد تقريبا ديالهم 200 مؤتمرة ومؤتمر سيتداولون في مجموعة من القضايا المرتبطة سواء بالشأن التعليمي أو المرتبطة بما هو تنظيمي. بطبيعة الحال سيناقشون مجموعة من المقررات التي تم وضع مجموعة ديال المشاريع ديالها. عندنا مقرر أولا مشروع مقرر ديال السياسة التعليمية، ثم مشروع مقرر التنظيم، ثم مشروع مقرر الملف المطلبي، ثم مشروع مقرر الإعلام والتواصل. هاد الاوراق بطبيعه الحال تم الاشتغال عليها من طرف اللجنه التحضيريه، حيث تم تشكيل تقريبا 4 لجان وستشتغلت تقريبا مده ديال 3 اشهر. تم وضع هاد المشاريع وسيتم الاشتغال عليها بطبيعه الحال. بعد الجلسه الافتتاحيه ستستمر الاشغال يعني داخل الجلسه العامه الاولى ثم الجلسه العامه الثانيه، وغدا ايضا ان شاء الله ستستمر الاشغال لمناقشه الاوراق ثم المصادقه عليها وتقديم توصيات ومقترحات سيخرج بها المؤتمر. ايضا هناك لجنه ديال البيان العام التي ستصوغ بيانا عاما يعني ختاميا، ستتم مناقشته ثم اخراجه للعموم.